تحقيقات وفاة وائل إبراشي تفجر مفاجآت عن الطبيب. الخبر معنا بيقول كشفت تحقيقات النيابة العامة مع الطبيب المعالج للإعلامي وائل إبراشي بسبب إصابته بفيروس كورونا أن سبب وفاة الفنان الراحل كشفت مفاجآت عن وفاة الفنان الراحل سمير غانم وتفاصيل مرض الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، إذ كان الطبيب الخاص هو طبيب مشترك في الثلاثة، لأن هو كان في الوقت دوت كان طبيب خاص بالفنانين في ذلك الوقت. وأفادت التحقيقات بأن الإعلامي رامي رضوان، طبعا عارفين أن هو زوج الفنانة ابنة سمير غانم دنيا سمير غانم، هو اللي رشح طبيب وائل إبراشي عشان يعالج حماه سمير غانم وحماته دلال عبد العزيز، لان هو ابتدى يعالجهم في البداية في المنزل، لكن لما الحالة بتاعتهم اتدهورت الصحية وداهم المستشفى. واوضحت التحقيقات ان الفنان سمير غانم حالته كانت سيئة للغاية بسبب مضاعفات إصابته بكورونا وقت وصوله للمستشفى، وكمان ده معاناته من فشل في وظائف التنفس الكلي والكلى، فضلا عن إصابة جيوبه الأنفية بالفطر الأسود، وحالته العامة لا تسمح بإجراء الأشعة. والفنانة دلال عبد العزيز كمان كانت قبل إصابتها بكورونا كانت بتعاني من أمراض مزمنة زي الضغط والسكر والسمنة، وده اللي أدى إلى تأثرها بمضاعفات الفيروس وتليف الرئتين. وكانت التحقيقات كشفت أن التقصير من نفس الطبيب وراء وفاة وائل الإبراشي، حيث تسبب علاجه في انفجار حويصلة هوائية للإبراشي أدت إلى ارتشاح هوائي على الرئتين والوفاة.